نؤكد لحضراتكم أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر القرار فيها لحضراتكم، التصويت فيها لحضراتكم دون تدخل أو إملاء من أحد. إحنا مسؤولين كمجلس نقابة عن ميزانيتنا، وبندعوكم للحضور والتصويت بما تريد، تصوت بنعم أو تصوت بلا، أنت في غاية الحرية. التصويت سوف يكون كتابة ولن يكون برفع الأيدي حتى يعني نتفادى الالتباس. التصويت والفرز وإعلان نتائج التصويت في ذات المكان الذي يتواجد فيه المحامين بدار النقابة العامة. هكذا بدأ الأمر بدعوة من النقيب العام سامح عاشور لحضور الجمعية العمومية العادية للمحامين والتصويت على ميزانية النقابة لأعوام 2016 و2017 و2018 وعلى الزيادات المقترحة للمعاشات والتي نشرت على جموع المحامين عبر كل وسائل النشر والإعلام المتاحة. جوبها الأمر بتنديدات عشوائية من بعض المحامين الذين لم يقرأوا الميزانية أصلاً، وذلك على سبيل التشكيك والتشويه. الميزانيات معتمدة أو مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأصدرت تقاريرها وردينا على هذه التقارير وعلى هذه الإيضاحات وأجيزت طبق لقانون الجهاز المركزي. لو أن هناك جريمة في أي موازنة ممن يدخل في اختصاصها بتقدمها للنيابة العامة، أو أن الأمر مجرد تعليمات إدارية أو مخالفات إدارية أو ترتيبات إدارية بتجيز الأمر وتعيد الموازنة إلى أصحابها كما أعيدت لنا، وإحنا الآن بنقدمها للسادة المحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى القضاء الإداري الذي رفعت أمامه دعوى بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين. الغالبية العظمى من الجمعية العمومية، وهذا ما تعلمناه، تعبر عن رأيها في انعقاد الجمعية العمومية، وليس بطعن يفرض إرادة 15 أو 20 أو 25 عضو من الجمعية العمومية لوقف انعقاد وتعطيل أعمال 180 ألف محامي. باءت هذه المحاولة بالفشل كما باءت غيرها من المحاولات اليائسة لإثناء المحامين عن إرادتهم، وجاء قرار المحكمة معبرا عن تلك الإرادة. دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين ونصبح انعقادها غدا إن شاء الله 25/11، كما تعرضت 7 دعاوى وكيفتهم على انهم قرار واحد، وتصدت لكل الاسباب التي عرضها الساده المدعين وانتهت لان هذه الاسباب ليس لها اساس من القانون، وان قرار الدعوه الجمعيه قرار مشروع وقائم على سنده تاسيسا لان رقابه المحكمه على مشروعيه قرار الدعوه والعقد جمعيه عموميه عاديه قامت على قرار من ناحيه صدوره، بنشوفه من ناحيه صدوره جهة الاختصاص، الشكل، الإجراءات، النشر، الإعلان، كافة الأعمال الإجرائية المختصة بنشر الميزانية، منتهينا إلى القرار المشروع. يسعدني أن أهنئكم بصدور الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم ضد الدعاوى المجتمعة التي كانت تريد إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غدا. لكل من يريد أن يعطل انعقاد الجمعية العمومية، الجمعية العمومية بعون الله وبإرادة المحامين ستنعقد، وما تقرره إرادة المحامين سوف يصل على مجلس نقابة المحامين وعلى كل المحامين. هو ده المعيار. لما الناس تقعد تتكلم على الميزانية، أنا سعيد جدا إن الناس بتناقش الميزانية وتتابعها وتبحثها، لكن لازم تخلوا بالكم من حاجة مهمة جدا. في فرق بين إنك تناقش وأنت تدري كيف تقرأ الميزانية، وفي فرق بين إنك تحاول تقول أي حاجة للمحامين علشان توقعهم في الغلط. وبدأت حشود المحامين من كل حدب وصوب نحو مقر نقابتهم
لحضور الجمعية العمومية والتصويت على زيادة المعاشات وبقية البنود. بهني السادة المحامين وبهني النقابة بهذا المظهر في الحقيقة الديمقراطي المحترم اللي بيؤصل لدور النقابة كنقابة مهنية من أقدم وأعرق النقابات المهنية في مصر. ونفذت إرادة المحامين الحرة بمشيئة الله وبحكم القضاء النزيه، وانعقدت الجمعية العمومية للمحامين، وبنسب حضور هي الأعلى في تاريخ النقابة، فاقت كل ما سبقها من جمعيات عمومية. طبعا بالنسبة للحشود عدد كبير جدا، يعني عدد مهول غير متوقع، ما حدش توقع ان العدد ده يجي. بالنسبة للميزانية واضح ان الميزانية فعلا الامور مدروسة كويس، مفيش حاجة بتطلع من النقابة نقابة المحامين في ظل المجلس اللي موجود ده إلا لما بتكون موضوعة تحت دراسة. لم تتم هذه الإنجازات منذ أن تم تأسيسها. هناك المبنى الجديد، وهناك تنقيط الجداول، وهناك المعاشات، وهناك كرامة قانون المحامين الذي حافظ على كرامة المحامي. وكانت نتائج التصويت المشرف من المحامين في جمعيتهم العمومية على النحو التالي. اليوم أنا أزف لكم النتيجة، نتيجة الجمعية العمومية. عدد الحاضرين الذين شاركوا في الجمعية العمومية 18,022. الأصوات الصحيحة 17,559. الموافقة على زيادة المعاش في البند الأول خدت 16,681، يعني في حوالي 900 واحد ما كانوش موافقين زيادة المعاش. عشان تعرفوا مين اللي مش عايز اي حاجه تتحقق في النقابه. شوفوا حتى بعد الفصل علشان بس تتاكدوا انه الموضوع مش معاش وميزانيه، لا ده هو مش عايزين مصلحه اصلا تتحقق للمحامين علشان يمهدوا لنفسهم انتخابيا. وبالتالي هذه هي النتيجه. البند ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا لغايه اللي هي الميزانيه، لغايه اللي هي من 1 ل 6 فيها 16 17 18 صندوق ونقابه 15,803 موافقين. الله اكبر. مراقب الحسابات اخر بند 15,150 موافقين. ده معناه اننا نسير في الطريق الصحيح. وده الأهم، نلتفت عن كل اللي فات، احنا مش هنتراجع. تقررت زيادة المعاشات بكل محتوياتها وأصبح الله أكبر الله أكبر. تم اعتماد الموازنات، ومع ذلك أنا مستعد أتقبل أي ملاحظة تطلب التحقق من أي بند في هذه الميزانيات حتى بعد إقرارها. وكانت فرحة مستحقة من المحامين بنقابتهم ونقيبهم.